لحاجة تشرف وحاجة تفرح شوية الحقيقة. يعني في يوم كده بدأناه بداية صعبة قوي النهاردة، يعني تقرير لوضع حجر الأساس للمبنى الجديد المتكامل لأمراض وزراعة الكبد بجامعة المنصورة. المبنى ده إن شاء الله بإذن الله على مساحة 800 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه، في منها 15 مليون جنيه كان تبرع جاء من فاعل خير. فاعل خير سمع عن المركز، شاف المركز، صدق وآمن بأن مصر فيها ناس حلوة قوي وفيها ناس نظيفة قوي، نظيفة جدا، وإن احنا محتاجين نتكاتف في عمل الخير ده. بعد 15 دفع 15 مليون جنيه لهذا المركز. يعني ربنا يبارك لك ويكتر رب من أمثالك. شوف مع بعض هذا المركز، ونجدد التحية والاحترام للأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ ورئيس أمراض الكبد ومركز الكبد بجامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور محمد قناوي رئيس جامعة المنصورة، وكل الأساتذة الأفاضل اللي أكتر من مرة في صباح دريم نهتم إن احنا نتكلم عن هذا المركز المحترم لعلاج الكبد وخصوصا لغير القادرين. شوف هذا التقرير ونقول لهم ألف مبروك وبالتوفيق، عقبال ما نفتح 100 مركز، وعقبال يا رب إن شاء الله لما تنتهي كل الأمراض، يعني كل مرضى الكبد في مصر بإذن الله يخفوا. نشوف التقرير ده ونرجع على طول نتكلم عن تلك القضية التي لا تزال أبواب الجدل فيها مفتوحة على مصراعيها بل وتزداد كل يوم. قانون الرؤية نقدر نعوضه بقانون الاستضافة لغير الحاضن، وإيه الحدود؟ وتفتكروا ممكن اجي الام اتطلقت لما ابنها يكمل 9 سنين واقولها شكرا على حسن التربيه، عن اذنك بقى عشان الابن او البنت هيتاخده منك يروح للاب ولا لا؟ بعد هذا التقرير. بحضور محافظة القهلية الدكتور أحمد الشعراوي والأستاذ الدكتور محمد قناوي رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عبد الوهاب رئيس فريق زرع الكبد وعمداء وأساتذة الجهاز الهضمي، تم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد المتكامل لأمراض وزراعة الكبد بجوار مركز الجراحة للجهاز الهضمي بجامعة المنصورة على مساحة 800 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه تبرع من فاعل خير. اسمح لي في الاول اشكر قناه دريم برضو، لان قناه دريم من خلال برنامج صباح دريم مع منى فاروق عملت شغل هايل جدا للجهاز الهضمي، فمعلش لازم اشكرها لان برضو كان ليها دور ان هي تساعدنا ان الناس تشوفنا. يعني في اكتر من برنامج ساعد مركز جراحه الجهاز الهضمي ان يبدا تسلط علينا الاضواء، لان زي ما بقول دايما يعني احنا في الجامعات الاقليميه ما حدش شايفنا قوي يعني. فده في البدايه شكر لقناه دريم. تاني حاجه بقول ان هذا العمل النهارده بيعطي بارقه امل جديده لمرضى الكبد في المنصوره. احنا الحمد لله بنحتل المركز الاول في مصر، ونعتبر على المستوى العالمي المركز الثالث من حيث نقل زراعه الكبد من مريض حي الى مريض كبد. يعني احنا في مشروع حاليا هيحل ازمه عدد كبير من المرضى وقوائم الانتظار لقوائم للمرضى الراغبين في زراعة الكبد. وهي طبعا لا يغفل على الجميع ان مشكلة الكبد ما زلنا في اللي هنقول توابع الناس التي لم تعالج على مدى السنين اللي فاتت كلها، والناس النهاردة محتاجة زرع. جامعة المنصورة كلية الطب تحديدا تحظى بمقومات بشرية من أعضائها تدريس على قدر كبير من الكفاءة وتلقي العلم والدراسات العليا والأبحاث وحضور مؤتمرات ودورات تدريبية وما شابه ذلك على أعلى مستوى. بشكر القناة والقائمين عليها للمجهود الضخم اللي بيبذلوه في إظهار الشمعة المضيئة أو الشمعات المضيئة في مصر هنا في المنصورة في مركز الجهاز الهضمي في برنامج زراعة الكبد البرنامج المميز في الشرق الأوسط. تزامن وضع حجر الأساس لمركز الكبد بالمدينة الطبية مع اليوبيل الفضي لمركز الجهاز الهضمي، حيث تم إجراء عمليات زرع كبد لحوالي 513 حالة حتى الآن في جميع المحافظات من القاهرة حتى أسوان، مرورا بالعريش ومرسى مطروح. النهاردة
بالظبط هو اليوبيل الفضي لإنشاء مركز جراحة الجهاز الهضمي. احنا افتتحنا مركز جراحة الجهاز الهضمي يوم 25/4/1992 المبنى الجديد اللي احنا فيه ده، واحنا اول مركز مخصص لجراحات الجهاز الهضمي، يمكن المركز الوحيد، مش المكان الوحيد اللي بيعمل عمليات زرع الكبد، لكن هو المكان الوحيد اللي بيعمل جراحات الجهاز الهضمي، من اول جراحة المريء، المعدة، البنكرياس، قنوات المرارية، الكبد، الامعاء الدقيقة، الطحال، القلب، كل امراض الجهاز الهضمي وجراحاته وما نظيره في مكان واحد هنا عندنا، هو مركز جراحة الجهاز الهضمي، ده المكان الوحيد. اليوم مناسبة سعيدة جدا جدا اننا بنفتتح مبنى خاص لزراعة الكبد في جامعة المنصورة. احنا زرعنا الوقت حاليا حوالي 520 حالة كبد، بنستخدم اوضتين عمليات في ضمن الخمس اوض اللي موجودة للمركز كله، وبيستغل له حوالي 20 سرير في الدور السادس. ده هيبقى مبنى خاص بجراحة نقل الكبد، هيبقى فيها عمليات خاصة بيها، عنايات خاصة بيها، أسرة، وده هيدلنا إمكانية أننا نضاعف الحالات. المركز يعتبر الأول على مستوى الجمهورية زراعة واهتماما وتشجيعا وكل شيء فيه، وده اللي شجعني أجل المكان ده، أجل الشجاع واقف فيه وأضع كل مدخراتي فيه بصراحة. وأنا في الغربة 29 عام وأنا في الغربة، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنني مرتاح نفسيا وأولادي معي في هذا المكان، وأتبرع فيه لأدفع معي أهل الخير، وفقهم الله وبارك فيهم أن يقفوا جنبي ويقفوا لهذا المكان الصرح الطبي العظيم بصراحة. بصراحة الفخر لنا للدهلية جميعا وفي مصر جميعا، لأنه الأول على مستوى الجمهورية بصراحة. أكثر من 200 حالة في الانتظار للعلاج وإجراء عمليات زرع الكبد، ومن المقرر هذا المبنى الجديد المكون من 7 طوابق مصممة بتصميمات أفضل المراكز الطبية العالمية لمجال زراعة الأعضاء أن يسهم في القضاء على قوائم الانتظار. جاكلين ماهر، صباح دريم.